باستا بالصلصة البيضاء، بدنا باكيت باستا مسلوق، ربع كوب من الطحين، ربع كوب من الزبدة، لتر حليب، كوبين بروكلي مسلوق، وكوب جبنة، وجبنة اللي بالذوب. بدنا ربع ملعقة من جوز الطيب، ملح وفلفل، كوب قرشلة، ربع كوب بقدونس مفروم، بدنا ربع كوب من جبنة البرميزان. أول شيء النار مولعة عندي، راح أبدأ في تجهيز الرو. الرو عبارة عن زبدة وطحين يا أبو سامي يا أبو طه، بس مطعم بالثوم. خليني أول شيء بس أجي لهون هيك، عملنا سن ثوم صغير، أوكي، هرسنا شوية ملح يا أبو طه، حلو، أيوة، بعدين نفرمه شوية، وبعدين بدي أهرس الثوم حتى يصير عندي. طيب إذا حطينا الزبدة وجبنا هالثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بدي أعمل رو. رو عبارة عن زبدة وطحين، حلو، وبدي شوية هيك سن ثوم حتى أنكهها. حرك حرك أبو طه حبيبي، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا بدي أضيف الطحين، وأبدأ أطبخ الطحين مع الزبدة تقريبا لأربعين، من 40 ثانية لدقيقة حتى تبدأ ريحة الطحين تطلع. عجناب عجناب، هون هون شايف هون، أيوة أيوة، أطبخوا مع بعض هيك، ينطبخ مع بعضه، تمام. طبعا أنا عندي هون الباستا مسلوقة، مستعمل البنة، ممكن تستعملوا أي نوع من الباستا. عملية سلقه موجودة على الباكيت، كله بين 8 وال 12 دقيقة. بغلي الماء وبعدين بحط عليها شوية ملح وبسلقها، وبخليها الدانتي. إيش يعني؟ يعني ما تكونش مستوية على الآخر، حتى أعطيها فرصة كمان تشرب من الصوص. تمام. في حال بدي أسوي براون صوص، بحمص الطحين شوية، بدي أعمل صوص ثاني، ممكن الطحين أعطيه لون بني. ببدأ أضيف الطحين شوية شوية. سمير حرك يا سمير، حرك حتى يتجانس كله مع بعضه. تمام يا شيف. في هاي المرحلة راح أضيف شوية من جوز الطيب، شوية صغيرة يا دوب، حتى أشيل زفرة الحليب. في ناس ما بيطيقوا طعم الحليب يا سمير، بيحسوا شم الريحة. شايف كيف جوز الطيب جابتها؟ جابتها يا سمير، شايف؟ معلم يا أبو، أيوة. هون كمان راح نضيف كمية الحليب. منين جايب النظر؟ من توم وجيري؟ شايف؟ مش زي اللي بطلع من توم وجيري هذول؟ طبعا هون الصوص بده يكون خفيف شوي، ما بدي أعمل صوص أنا ثك، لأنه بدي أعطي مجال للباستا إيش تشرب من ال. طيب خليني بس اسلم عنك شوي صغيري هون. هون راح اضيف الان شوي من الملح، هاي ملح، ومن شويه لازم ملح الاكل كويس. نعم. طبعا شوية حلوين يعني. طبعا كل ست بيت بتعرف شو عندها بالبيت الملح، تمام، بس في ناس او ستات مشاكلهم بالملح، بيعرفوش يضبطوا الملح. انا بدي اعطيكم يعني تقدير، كل تقريبا لتر أو كيلو من أي مادة بتستخدموها لازم نستخدم ملعقة صغيرة، يعني تقريباً كل كيلو 12 جرام ملح. هاي الملعقة الصغيرة إذا كانت مسح لكل لتر بيطلع عندك الملح 100% راكز على الليبرة. آه الليبرة، نعم، تمام. في هاي المرحلة راح أضيف جبنة موزاريلا على الصوص. الله. ولسه في نوع جبنة ثاني راح أستخدمه كمان سمير، بس هو البرميزان على الوجه. هون راح أضيف الآن البروكلي المطبوخ والجاهز زي ما حكيت لكم عنه، وراح أضيف كمان إيش حبيبي؟ الباستا، هاي المعكرونة نضيفها ونطبخها كلها مع بعضها يا سمير. هاي أول دفعة، خليني بس أحركها شوي. في عندي قشرة حتكون على وجه الباستا أو المعكرونة اللي بالصلصة البيضة مع البروكلي، راح أدخلها على الفرن. القشرة هاي مكونة من إيش؟ قرشلة أو بسموها بالبقسماط، أوكي. عندي بيرميزان شيز، عندي بقدونس مفروم، وملح وفلفل، يعني. وراح أضيف كمان شوية من زيت الزيتون، هاي واحد، هاي اثنين، بكفي ثلاث معالق. طبعا استخدموا أي شيء بدكم إياه. هاي عندي هون الجبنة، بيرميزان، عندي البقدونس، أوكي، وكمان يا أبو طه شو عندي؟ عندي، طيب ممتاز، فلفل اسود، وكمان شويه من الملح. هاي راح تكون على وجه الباستا. ايوه على وجه الباستا. أه. حبيبي هاي راح تكون يا سمير. أه. حندخلها على الفرن. شوفوا بنخلط هاي البقسماط كلها مع زيت الزيتون والبقدونس، الملح والفلفل، وكمان البقسماط او القرشله اللي هو عباره عن خبز محمص ومطحون. ها
هذا راح اضيفه على وجه الباستا. هاي عندي هون الصلصه صارت ممتازه، شايف كيف ترى سمير؟ مش طريه ولا ناشفه. راح اخذ كلها هاي مع بعض ونروح على الصينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضيف الباستا كلها. الله 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 الله، كلها موجوده هون. اوكي، بنظبط وجهها، بنوزع حبات هالبروكلي هون وهون يا سمير، يا عيني، حتى ما يكونوش. شوف لون البروكلي ما اجمله. تمام. ليش؟ لاني طبخته بطريقه صحيحه واوقفت طبخه بالماء البارد فورا. الوجه هذا بعدين. ايوه يا سمير، الفرن عندي مسخن على حراره 180. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بنضيف، شوفوا ما احلى هالمنظر. هاي مع الجبنه وهالخيرات، اشي كثير فخم زي ما انتم شايفين. وراح ندخلها على الفرن ونخبزها تقريبا من ربع ساعة ل 25 دقيقة حسب الفرن اللي عندك، ونحمرها وبعدين إن شاء الله نقدمها.